تحياتي. كريستيانو رونالدو بهدول اليومين الثلاثة عاش حالة تناقض، خليني أحكي أقرب لانفصام الشخصية اللي عم بتصير في السوشيال ميديا بين جماهيره، جماهير في يوفنتوس، جماهير ريال مدريد، جماهير أيضا كريستيانو رونالدو نفسه. نبدأ بالفئة الأخيرة اللي أنا ربما جزء منها، اللي هي جماهير يوفنتوس. هذه الجماهير أخذت استبداله بطريقة بعضها بطريقة حامية زيادة عن اللزوم، طلعت صارت تقارن بديل بيرو، وبالمنطق الكروي كريستيانو احسن من ديل بيرو، وانا بشجع يوفنتوس قبل ما يجي ديل بيرو بسنتين حتى. فديل بيرو وكريستيانو، كريستيانو احسن من ديل بيرو، ما فيش نقاش، كمسيره ما في نقاش. اذا ما ندخل بهذه المهاترات لانها ما بتفيد اليوفنتوس كجمهور يوفي، ما ندخل بهذه المهاتره، والله ما عملش شيء لليوفي، لسه الموسم الثاني واحنا عارفين انه جاء عشان لقب واحد بس، دوري ابطال مره واحده بس، ولسه اليوفي موجود في الثانيه، ولسه اليوفي بيلعب بالثانيه، وبالتحديد نفس هذه الفئه الجماهيريه هي اللي طالبت بازاله أليجري لانه هو سبب عرقله عدم فوز دوري الابطال. ما جبنا رونالدو عشان يجيب دوري الايطالي، اليوفنتوس بيجيب دوري الايطالي باي لاعبين، وايضا فرقه يعني ما بدي احاسبه لا عدد اهداف ولا عدد دقائق ولا صنع ولا شيء بدوري الايطالي، لانه هذا مش الهدف اللي تم شراؤه له. الهدف اللي تم شراؤه له هم 13 مباراه في دوري ابطال اوروبا، اي نقاش غير ذلك هو تشتيت للاهداف، هو عدم فهم لهدف الصفقه، لانه الهدف الثاني للصفقه تحقق، الشعبية والإعلام والنواحي الاقتصادية هذا تحقق، فظل الشق الثاني دوري أبطال أوروبا. أي نقاش غير ذلك من أي مشجع من اليوفي هو شخص نسي ليش اشترينا رونالدو. ننتقل للفئة الثانية، فئة جمهور كريستيانو رونالدو اللي هي فعليا اجت معه على اليوفي، وطبعا بعض فئة جمهور اليوفي كانت متخوفة من هاي الفئة اللي بتشجع لاعب وجاءت معه، لكنها جاءت فأهلا وسهلا. الآن بعد ما جاءت هذه الفئة، دائما كلما يسقط رونالدو او يصدم رونالدو بتفتح نفس الملفات، إيه رونالدو اكبر من اليوفي، رونالدو عنده دوري ابطال اكبر من اليوفي. هذه النقاشات انا ما بتذكر شفتها بالدوري الايطالي في الماضي، فمبين جاي من دوري اخر، اكيد رونالدو عنده دوري ابطال اكثر، واليوفي لما اشترى رونالدو بهذا المبلغ بهذا العمر بالنسبه لنادي ايطالي هو فاهم انه عم بيشتري نقل للامام، نقل اعلاميه ترويجيه ورياضيه وشيء يتعلق بدوري ابطال اوروبا، الجميع يدري ذلك. اذا هذه الفئه من الجماهير ترجع تفتح ملفات موجوده، ترجع تفتح ملفات بنعرفها اساسا، فمش عارف انا حتى الان شو الفائده من هذا النقاش، لانه فعلا اللي عم بيخلقه بس توتر وزياده فئه جماهير اليوفي اللي بتضغط على رونالدو سلبيا باي شكل. المشكله ما بنتكلم عن لغه عربيه، بنتكلم عن اكثر من لغه فيها نفس هذا النقاش. الفئه الثالثه اللي هي جماهير ريال مدريد اللي بتحاول تقنع نفسها لليوم انها ما تاثرت برحيل كريستيانو رونالدو، ومنها صحيفه الماركا اللي نشرت احصائيه تظهر كيف انفجر بنزيما بعد رحيل رونالدو. اذا في شخص على هذا الكوكب كريستيانو بيعتقد انه بنزيما بيقدر يسد الفراغ اللي ترك رونالدو، فهذا عنده مشكله عملاقه جدا مع هذا الكوكب، واتمنى رحيله فعلا منه ويروح على يشوف مكان اخر، لانه في مشكله. الان تيجي تجيب لي احصائيات بنزيما بالاهداف والعدد، طب ما راح اجيب لك 10 لاعبين جايبين اهداف اكثر من بنزيما في اوروبا في اخر سنين، حق تقول لي احسن من بنزيما. المشكله مش هون، المشكله برونالدو مش انه بيجيب 20 ولا 40 ولا 50 جول، المشكله برونالدو انه بيجيب الجول بوقته. وخلينا نشوف نهايه الموسم، لانه الموسم الماضي ثبت انه بنزيما ما بيجيب الجول بوقته، لا قدر يعمل شيء مع اياكس ولا بالاياب، ولا قدر يظهر ابدا في الدوري كل ما احتاجه الفريق، وكل ما دروب الفريق هو دروب معهم. واساسا خلينا نحكي في مساله انه الان خلينا نشوفه بنهايه الموسم، هل بنزيما حيكون موجود ولا لا؟ عشان نعرف انه هل هو رونالدو اللي كان معطل مسيره هاللاعب 10 سنين ويقول له ضيع العشر اجوال امام المرمى ولا لا؟ لكن بنزيما لاعب مهم تكتيكيا، بنزيما لاعب ممتاز، ما هذا النقاش ما فيش فيه نقاش ايضا. لكن ما توصل الامور انك تحاول تخدع كل البشر بهذه المقارنات مع لاعب باعتراف رئيسه انه هو دي ستيفانو الجديد تاع ريال مدريد، مع لاعب عاشت مع جماهير ريال مدريد ليالي لا تنسى. يعني هذا اسلوب النكران مش كويس بحق كريستيانو رونالدو. اذا عندنا ثلاث فئات، فئه بجماهير يوفنتوس قاعده بتحاول تقنع نفسها انها هي مش محتاجه رونالدو، وهذا الشيء غير صحيح، كنا محتاجينه اعلاميا وترويجيا وحتى ثقه بالنفس دوري الابطال، واشك ان كنا حنعيش ليله زي ليله اتلتيكو مدريد بدونه. فئه اخرى جاي مع كريستيانو رونالدو بتشوف كل شيء صغير في الدنيا الا رونالدو، وهذه ايضا فئه دائما هي سبب كراهية نص الناس اللي بيكرهوا رونالدو فيه. وفئة الثالثة اللي هي جماهير مدريد اللي بتحاول تقنع نفسها بشيء غير صحيح، وفعلا رونالدو بعرف بتوقع لو بعيش في السوشيال ميديا وبقرأها بصيبه انفصام شخصية. بنوصل هون نهاية هذا الفيديو، بتمنى منكم تشتركوا بقناتي على سيلفي سبورت. كنت معكم أنا محمد عواد، والسلام عليكم ورحمة الله.